إذا لنمر إلى التمرين 42 صفحة 67 لنحل المعادلة 2 على x ناقص 1 تساوي 3 على 2. إذا هنا الطريقة هو أننا غادي نضربو جداء الطرفين في يساوي جداء الوسطين، إذا 2 في 2 تساوي 3 في x ناقص 1. إذا 2 في 2 تساوي 3 في x ناقص 1، أي 2 في 2 تساوي 4. هنا غادي نشرو 3 في x هي 3 x، 3 في ناقص 1 ناقص 3. المجاهيل لطرف والمعالم لطرف، المجاهيل كاينين على اليمين نخليهم هنا 3 x ناقص 3 نرجعوها لهنا تولي زائد 3، وهنا عندنا 4. إذا 4 زائد 3 تساوي 7، وهنا 3 x. باش نحيدو هاد 3 x نقسمو الطرفين على 3، 3 x على 3، 7 على 3. هنا غتعطينا الاختزال، غتعطينا x، هنا 7 على 3. حل المعادلة السابقة هو 7 على 3. لنحل المعادلة 1 على x زائد 1 تساوي 3. إذا هنا بغي نديرو المقلوب، نديرو المقلوب هنا، إلا قلبنا هاد العدد غيعطينا x زائد 1 على 1، يعني هي غتبقى x زائد 1، والمقلوب ديال هذا يساوي 1 على 3. إذا هنا غنرجعو المجاهيل لواحد الطرف، المعالم لواحد الطرف. إذا x مجهول نخليوه على اليسار، 1 على 3، هاد زائد 1 نرجعو لهنا تولي ناقص 1. إذا x تساوي، غنوحدو المقام، 1 هو 3 على 3، تساوي 1 ناقص 3 على 3 تساوي ناقص 2 على 3. إذا x تساوي ناقص 2 على 3. إذا حل المعادلة السابقة هو العدد ناقص 2 على 3. نمشيو للمعادلة الموالية لنحل المعادلة 4 على x زائد 3 تساوي 1 على 2 ناقص x. إذا بنفس الطريقة أنا غادي نديرو جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، يعني 4 في 2 ناقص x تساوي 1 في x زائد 3. غادي نشرو هنا 4 في 2 تساوي 8، 4 في ناقص x هي ناقص 4x، وحنا 1 مضروب في هاد العدد يعني غيبقى نفسه x زائد 3. أولا نشرو 1 في x هي 1x، و 1 في 3 هي 3. إذا المجاهيل في طرف، المعالم في طرف. إذا هذا المجهول هذا موجب غنخليه هنا، غنجي مع هذا المجهول اللي مسبوق بالإشارة سالبة نرجعو لهنا باش يولي مسبوق بإشارة موجبة. إذا ناقص 4 x نرجع هنا تولي زائد 4 x. عندي هنا 8، وهاد زائد 3 نرجعها هنا تولي ناقص 3. نحسب دابا الأطراف، 8 ناقص 3 تساوي 5، و x زائد 4 x تساوي 5 x. غادي نقسم الآن الطرفين على العدد فاش مضروب x اللي هو 5، هنا غادي نقسم على 5. إذا 5 x تساوي 5 على 5 x تساوي 1. إذا حل المعادلة هو x يساوي 1. نمشيو للمعادلة الموالية لنحل المعادلة 1 على x ناقص 1 تساوي 1 على 2 ناقص x. إذا هنا كتشوفوا 1 على يساوي 1 على، إذا غنديرو المقلوب باش غادي يجينا x ناقص 1 مقسوم على 1، 2 ناقص x مقسوم على 1. إذا غنديرو المقلوب ديال هذا ناقص واحد يساوي على 1، يعني غادي يبقى نفسه، وهنا غادي نقلبو غادي يولي 2 ناقص x على 1، يعني غادي يبقى نفسه. غنديرو المجاهيل في طرف، المعاني في طرف. x هاد ناقص x نرجعها لهنا تولي زائد x، هنا 2، هاد ناقص 1 نرجعها لهنا تولي 1 زائد 1، هنا 2 x، هنا 3. المرحلة الموالية غادي نقسم الطرفين على 2،
عفوا على 2، غادي نختزل غتبقى اكس يساوي 3 على 2، وبالتالي حل المعادلة السابقة هو العدد 3 على 2. شكرا على المتابعة.